بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بينرو غو هدارت صلاة خدير سر وابن جل قديش برنامج برنامج مجوى إسلامي. بوردا ما بحس بيافي أبوري كربي ما اقتصادو أبورو باباتي يعني مال الدنيا كربي سر زمان تولتا أموية. بینر اترزدار، هم تا بین دو شبه ها، یعنی دو گمانه ها، درست تاتی ندرست کرنش لایه دشمن و اپناوانیشان اگر هم بیجنش لایه شیع هاوه، شیعیت رافضی سر دولت ها اماویاب تایبت سر کساتی یا معاویه ایکش وان گمانه ها، یعنی شوان شکو و شبه ها اوه تاتی نه سر کساتیا یا معاویه اوه بیکو ات بیجن معاويه دولتا مصر همي كر بو عمرو بن العاصي برام برهندي عمرو بن العاص بشتوانيا معاويه بكتن دجي امام علي تخلك بوريدا ما بيتشاكر سيرفي باباتي ام اخفتين وقت تو اوي ببختيه يان يعني وش به برهم برت كي اتكي كي دا وترخه دي دا يعني رابوريه اوي كسي كو ام بحسي معاويه بكين حتى بحسي يا عمرو بن العاص بكين دي بيني كا تشان شاف فرقا دراتيات ناف برا روشالات وروش الدنيا دا هند اف يعني اف ببختية ياجي اف شبهه يا ديرش حقيقته الراستيه برامبر او يعني بحث خبر السروان هاتينا توماركرن چی وجا دام پدانت پیغمبری بن صلوات خدای سر بن چی او فرموده و حدیث پیغمبری صلوات خدای سر در حق کسات یا معاویه و عمرین دا گوتین خلک بوری دا ما چند حدیثه که در حق کسات یا هر دو کا دا گوتن زرد به خدای سر بن ی تاتینه گوتن جاری ویر اگر ام یعنی يعني بزانین کان بو چی مع بو چی عمرو بن العاص تأییدا یعنی يعني یا معاوية كير اتوي توي هفركي دا او أوات برا خلك الشام وخلك العراق دا يانجي أجر أم بيجين تايبات تر معاوية وعلي دا أو رجاكو إمام عثمان هاتيا شهيد كيرن يعني دابج الدنيا خرابي وبسرى امر بن العاصي دا هاتخوري كسا كي جلا جلاك يعني حش إمام عثمان كير او روجا خبره وفات او کشتن وی هات یګهشتې دنیا لهاته اکو دنیا له طاربی هندي هاته اخوا نزانې دي چې کتن رابی یعنی به وای کی ګوتی هم ا پیر شمسري دارلو او هاته شامه حتی هاته شامهجی یعنی جواب توش روندکا زهانه ببین او او کربو اینا تو آگیر کتیه د لوی بو شهید کرنا خلیفہ بسرمان خلیفہ سیپ وی رنگي وصهوانا سر دسته هندک مروید يد ببخت الظالم والنحق هات يا شهيد كرن اوى والعمر بن العاصي كر كوبيت تأييدا يانجي بشتافان معاوية بكتن حتى جهشت يا دف معاوية جهر داخو اوى أبي يا معاوية أسيا هاتيم دا تولا يعني يا إمام عثمان وكين ما قالك جارا أف خبر يد دوباره ناكو كيات ناف برا معاوية يا دا السر بابته تول وكرنا عثماني بي إمام علي قد أمد تأجيل كين پاشي أمد تولا امام عثمان وکی معاویه گفت نه امده ام ده هم ها و دست ها به ام قاتلت امام عثمان گرین ده کجین ال سر اساس ها اوی بو ها هندکا گو پاشی امده ده طولی وکین هندکا جی گفت ام ده دست وکین یعنی دبرکی که تتنا برا بسرمانه ده و ام شیم بجمته یعنی عالم اسلامی ها تا دا بش بو دو بشا بشه شامه و بشه عراقی و هندکا پشتوانی و بوچونه که پشتوانیا یا معاویه که سر وی بوچونه دی پشتوانیا امام علی که سر بوچونه دی و او شر و نخوشيت شبينجي همي سرا بيشندبين إذا نبس عمر بن العاصي بشتا وايكي يا معاوية جرتا وإنما اينما ابصدا صحابة پیغمبر اسلامت خدس سربين من بوشونا هبين و جوتي لازمه يعني كرسيه خلافته نبتن يعني ارمانج بو هر كسك اهل دنياي هما هر كسك بيبت بيشت خليفة تدابين تخواري و بكو جتو وهما جتو و هما كرسي كرسيه بيروزة كرسيه و و تهل بجارتن وكي الجير 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 تشامكي شوراي الجير مصطلحي الشوراي تهل بجارتن نكو اوا هما بخوت تشتسر حكمي حاشا يانب شيوي ديكتاتوريا وقتي سر حكمي و تشناسر كرسيكا يعني خليفه بسرمانا هل لا اش لاي متا اسلامي لا ما بجا وقتي بفير رانغي هاتيا شهيد كيرن علما اسلامي حمي بكي قوتي طاريستانا كما زا عالم اسلامي همي دا جرت. همي بصر من عاجز بين حتى في قابيجي هشتا وعينات احتمالي ابو ماجي تشي بي حتى في قابيجي هشتا كربت ماجي هشتا ندا هاتنا وكي بلاكي جاشا الدلي ماجدا بجا ايكي وكي عمر بن العاصي هندا علاقاته بهيوان ديتي تخاش اتقال امام عثمان و هندا با هفالي نيت قالو و بجا سارة رايفيت شاندي با همي بيك و هفالت بيغنبارينا صلاة سر السار بانو الجاليكي تمازن بين و حتى الجاليكي تبيرو قال جيبين شوا ايكي وكي عمري يعني بشتوانية معاوية بيت السر تول فكرنا نيكا أفروكا يعني الشيعة كرافضي بيشت المانة ببرم بي إلا يعني مصر يا دايا يا دايا عمرو بن العاصي برم بري يعني بشتوانية يا معاوية بكتن خوش كبرات عزيز دي شوا معاوية مصري اب ملك ومال وبحمي حمي باب وكي قوتي بسارو بار همية تسليمي معاوية كتن ما ما باشا معاوية مانا إنسانك يعني الصحابة بيغمبري تتهج مارتن ايك صحابة بيغمبريه باشا چوا ما يعني ما كا ترصا خده با كا حقي با كا عدالت با كا حق با كا حرام كا باطل يعني عجب حتى في يعني ام هزرق قوصا شئك وكي معاوية بكين بجشنه كا مالي فقير و جارا مالي اسلامي بسرمانا تسليمي شخصا مقابل برجمنديك خويا شخصي ابا گلاگلاك اديلج كساتيا اي تي كي معاويه كو دنيا كا علماء و زنا مجهونيسه شاهدن و ديدوانن مگود بو يعني بو ابي كسهها أبن تيمية ميا خدي جرازي بتبيشتن. طبعا ش عاطي ناقل كت اعطيته بن قيس بتبيشتن م جاره گل معاويه بي من برا مزگفته گوتي جلي خلقه ما بيت المال برنوكا ولا كربي يعني ما بيت المال بسرمانه هندی تشتی تی ما مهمی دابش کردی بیست بل بلی پشتی هین چون هنده تشتی دیه هاتی تیوه ندر کمنش مزگفته حتی اسوی جی السروه دابش گفتم گوتم همی ماینا عجیب کسی نظانی او ماله هاتی بیت المالی و بس معاویه تنظانی اینا گوت ما یا معاویه یعنی تو یه پشت راستی که هندک ماله گو بله بله پشتی چون هندک ماله دی هاتی مانه هکر حاشا حرام خور با اهل باطلی با

وصحابه وبصرمان و... 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 هي طلعت بس قفتي والا هي حتى هي مال اخوان نبن ابي هذه تشوا الدوله كامل تسليمي يعني عمرو بن العاصي كتر برمبر بر ابي باختيا يا كوشي اعترافزي بديف هردوكا فنا خشكو برايت عزيز يعني اوا شبهك شبهات دوي السر مساله ابوري السر بن مال امويه اوا يكو دبيجن معاويه مالي بيت الماليه یه ولایت کوفه و بصر حمیدا حسنی حسن کری علی مقابلی هندی کو حسن تنازل بو معاویه بگتن هدف اشوان ببختیا هدفش وان شبها وان گمانا چیه هدف جی اویا ابتنش کاندنا صحابت پیغمبری صلابت خود رسر کار و سنعت وان شیعت رافضی همی وقتا بس کرد کرنا صورت صحابانه حاشت سر سرپشتا ایک صحابه نمایه همه هرش خوش ش ابو بکری بگیره یکو پیغمبر صلوات خورستان علیه سر افضلو افضل الانس

یعنی اوی دیگه که نما صحابه که نمایه، حاشا اوانا تغمه کفریب نفچاوتوی ونه نای و پشتی هنگه تاوان بار نکریب، کارا که گله گله که فی سبیل کو شخصیت و کسیاتی یا صحابه تا بشکنن، هدف اوان جه اوی شکاندنا اسلامیه، بس با نشین ریپری ري اوی چنده ها چون کو وسط دیار کن کو پیغمبر خود صلوات خود سر بن خلال 23 سال 23 سال داش انجام پیغمبرات یا خود چتوش نکری یا بس مجرد حاشا هندک کافر حاشا هندک منافق هندک مرویت مصلحچی اهل دنیای اهل باطلی پرورده کرن ای باشه پا اگر ام اوی آخفتنه بینیم بر هم برکین باشه پا اف اسلام اگه ما گلی شیعا هکه این بیجن صحابه همی کافر بین ابتنه چارتینه ایکشوانه عماره مقداده سلمانه علیه إيش هميس صحابة بعمر بري رجاء بعمر بري وفاة كري بري وفاة كتن خدبة أكل سر جاي عرفه خان بجنة خدبة خاطر خاصته صادو 4000 صحابة ظلام الدورمانة بعمر بري بين يعني صادو هزار صحابات مدرسة بعمر بري ده هاتينا حرف دا كيرن معقولة برام يعني جل يا براقلا كتب بيجي هم مكافر بين إبتني بس فير 4 ديمان ما اوه نه وکی گویی قر اسلام یا جبن برنا آواهی اسلام یا حاشا گوتو رابی را بی کار پیغمبری صلی اللہ علیه و سلم یه پیغمبراتی هم یه فی صفرت کی یعنی اوه همه هر کسا که پیچکا این دفعه بود همه پیچکا آقلیل دفعه بودن تیزانتن اوه تا یعنی آگر پرسیت مجوسی نه فارسیت فرسیت مجوسی يد شابالن ادفيتن يعني اه اسلاماتي اه كريت كنو صحابة پیغمبر اسلامات خلال سربن يعني اه اه كريت كن. ما أبتني ابتنه اوه دا صورة معاوية آن يا حسني مثلا آن جي يه یه اه 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 عمر بن العاصی وسط دیار کن بو بو خالکه که آنها و آنها هندگ اه هندگ بازرگان دنیای نه خدا نت مصلحت و بر جوان دیانن گلیزوانات تا بو پرتالو متعاقی دنیای هر تشت هبت وسط ديار كن بو كو يعني هر تشتاكي هابت ديكن في سبيل بجهنة بارياكي خوشتر وي شرينتر مخابن مخابن و مخابن هكار ناوهوا بصرمانه او يابا هما, هما اعلان كن قاين چه ام همي زانين قاين چه ما خوشكو برايت عزيز يعني آه يعني حسن حسن كره علي او او جامريه هنده مازن في سبيل كده خينا بصرمانه مانا تنازل بو كير يعني گلو باشا ما هکر حسنی تنازل نكر با کرسی کا خلافت ما با ده جارا هندي بیت المالا كوفا و بسرا دا جاتي. ما حسن درجية أمريكا و خلیفه بسرمانه هر هاد بیه البجارتنی جیهای یعنی يعني بشورای هاد به البجارتن يعني هاد به البجار تنجي كان ما برسر كرسي خلافة ما ندا صد جارة تمتي بيت المالا كوفا ودا تمتي بيت المالا بصرة دا جهتي. يعني اگر أبي بو مال الدنيا بو مانا ما تنازل لك ودا بتر جهتي بجا دا باش بزاني اوه اكبر دليل مصرين دليل حسني نبو مال الدنيا نبو بيت المالا كوفا و بصرة تنازل بو كريا نخير وإنما حسني اف تنازل كر ها دستش كرسيا خلافة بردا دا جارك دي الناف كلاخي بسرمان مانا خابدة قدي خواب اي بيتا تيمار كرن و خواب خوين بيتا رشتن دا انما المؤمنون اخوة جارا قدي بزفر سر يعني سر اساسي براينيا اسلام و ايمان بجانا اي قدو عزيز ها مقصد ما امام ابن تيمية و ابن القيم هر دوت بيشتن افريواتي تحمي لا يعتمد عليها اي كشوانا جيبتني مروجيه باش تراسينا الا هميش لا شيء اطراف يعني بدل كرن. امام ابن تيميه بيجتن راسته بي مال بيت المال كوفا ويه بصرى يعني وقتي حسني تنازل بمعاويه كري قد بيه تدست خوانوك مال بيت المال الكوفه وبصره نك وبخوا وانما قد بي من وعدا داي بصرمان وقت او خليفه كو اس ات يعني يحكم حكم راني يا حداكو از سركوسي خلافته اس يعني في مالي الوليك وكا راسته بس نحسني ابكره شرط السر معاويه كدا بيت المال يوان هر دو باجر را بيب من تنخر وانما اوي اف مالا حمي لك وكر وشاهد ازباط يتهين يعني بالجه تاريخي تينو ميجونو بيسيت يتمنصف يتعادل يترازد يعني اف اخفتنا يا نقل كري امام ابن تيميه خد جرازي بتن اف اخفتناها نقلت يتن بوما لو ما خوش كبرات عزيز يعني أوا اف اف دو دو إكس اكش يعني يا 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 بشتشكين تر بس هر جارا؟ تشجاره جارا؟ اور نشن رونهیا یا روج اج دنیای قطع کن جلا جلا هندک جارا هندک عورت رشوت طاری دکه بنا بر تی روش کت روج بس هند هندی هوا اک نهاتی اورا عورا همیاده و و رفینتن و دجارا کدی تی روش کت روج راست تقینا و راست و راست ان داخلی سری سر عرضی بنو حقیقتا یعنی رونهیا و روج دی دیار بتن و کی چاوی روج عثمانی تماما خشک برایت از هما پچکا دیف چوده پچکا لی کلی نیبکه دبرخود یه حاشه همی درکتن دراو همی درکتن ببختی خوش كبرات عزيز ام إنكارناكين يعني يعني معاويه جلك مال الداخل مال الدنيا هي جلا جلك الداخل بس هكر ام بتين بسيارش معاويه بكين بوتشيتا انفاق درجه انفاق و و بلاف کردن داشت که نمالی تجلا جلگه اف درجه هوا کرد بین تجلا کد داخل کی خوشگوارت عزیز معاویه خواب خود بیجتن رجاس هاتی کرسی خلافت عالم إسلامي دبرکیت نفر عالم یعنی یعنی همی هفرکیه که مزدنا بر عالم اسلامی ده هبی کشتن پیدا ببی مال هاد بینا ویران کرن جنک بی جن ببین عیال ایتیم ببی گوتی من گوت هکر اس بشیم اپ مال دنیای وان دلا جارکا دی زفرین موه یعنی از دا یعنی آبیت هفده جد جل ای کدو آبیت هفده کل جل ای کدو آبیت جل ای کدو گوتمن گوته از ده مال دنیای دلیت وانا, هين وانا كو خوين جل ای هین که مجارا کدی وانا زیر مسیر سفر برای نیه چترش هنده کو خوین بهتر رشتن یعنی معایی همه هیز قوت خم مالت رشت فی سبیل دا خوین نرشت راستا معایی جل مال داخل که بس ها هدف جه آبی کدای و کی هر

يعني جل إيه جلك اف صحابة شنيك هاتين بسر بين بشتي فتحة مكه شر حنين هاتو او غنيمة هم دا مازن كتالا بيت او مالا حمي دا خلق مكه خط بيجي جيس غريجي جي خلق مديني نه مهاجره و نه جي بس يارش پیغنبری هات بوچي تهو يا رسول الله قد مدويت از دلتوان بكرب مال دنیاه كرب بكرب مال قالو جلو هكتا شيب مال دنیاه دل بخاب كري ها تو تو دويوي بگیری فساد نه تو دستوي بجري حاشا يعني ظلم نه كه قيد زنجير کي في سبيل بره يعني يعني و حرام نه چتن يعني گلوچ پنگابش به جان تر هي اره اي كهي همدك كي يعني الاستماويه يق عقل او جيرو دگهشتي و, و فهمه بشي دپنگاب بابشت في سبيل كدا يعني امناي ارميه الچار کنار دولت اسلام بلاوه كته لو سبب بلاف كيرنا مال دنيا انفاق كا هر اوابي يادى خشكو برايت عزيز دي سابع هر دي سابع ام ان انكاركا دي داوى جي, دا جي بيجين يعني سر زمان دولة اموية اه مال دنياى جلك زور بي يعني فتوحات فتوحات الروشحلات وروش آوى الدنيا بسرمانة يعني فتوحات كرنو وجهو ولات ووار ولاتة نهاتا

يعني آتا قرآن بيشتن قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما كي يعني أف طيبات لباس جوان وخوارن وخوارن وصفرقا يعني يا بيكو ليك دايو وخشو طمكو طعامت بركتي وتا دوارك الله وهابت سردمي يعني وتا قصرات وكي قلت يا خملان دي بدجلو ما كنجي هذا حرامة يعني خد على حرام نكريا پرتال و متاع دنیای نه حرامه هکه تو حلالی بینی بس هکه تو حرامه اینا هنگه حرامه لا ما برایت عزیز یعنی ام جین سر زمان یه امویا گل گل بر که مازمه چه نبس یعنی نبس بنامالا امویا ما عام یعنی عالم اسلامی حمید پک و خیر و خوشیادا كسك نما فقير ولا هاتن ايدي بجا عالمه يعني نظاني ده چه ترشو كوالي كت ايدي نظاني ده چل وكي قوتي ده چل قصر و خواصة آفات كرن سر يعني سر هندك ديزاينت عجيب و غريب حتى في غاوجي احتمال هشتا و قصرت ماينو نهاتن هرفتن يعني لو ما ام بجين اه نبس اه هما هندكا اه يعني خوشي و قصر و قصير و خوارنو و جلو برگت لاول بربين عالمكا دي ما مگوت اتناف تقنيدا جواكي في ها چا بيگوش فرق جو داي نه هما عالم اسلامي بل جمله همي بيگ و لاي خوشي و زياره دنياي و بيگ و ببرز و بلندايي چونه حال همي و خوشبي يعني حتى معاويه خودي جرازي بتن يعني هند برفري إخست خلكي شام زياره و حتى گوتي جاره كي امام عمر چوي شام برا خاطر موكباوي يا شوت يعني او او سر بري معاويه وقت شوي وكي حد كتبه وكي امبراطورا كي وصا يعني هاتا بيش شافت امام عمر دوارا قال لاو خلامو خزمت كار رخيت ويو ازباني سري وصا خملو خملو خيزكا جوانو و ريشالو كي تشخب دوارا ويو هاتنا و كي جان البرو او خبخ إنسانه كي بركتي بيه بجنبال بو بلن بيو سرو سيماوي اللابو جلکا كي لاو كربي برخواو یعنی امام عمر گوته این کار گوته یا معاویه اوچی یعنی اوچی وای که گوته گاوی تکری اوچی جلو لباسیت غریب و عجیب تکری نبرخا اینا معاویه گوته امام عمر یا امام گوته اسیه سر حدود دولت اسلامه اسیه تعاملت گل يعني غيري بصرمانات كم قوتي أجر أسربم يعني قميص كاكي أن شاكيت كاكي بك ما برخوا وخرازيل كي مستوي خدنا سر سر او ويبني لبنو وأس وكي قوتي سر خوا أزيق رجيب من أي شكل بقول كم صح كنا ما ده هيرشا كنا سر ما مدفتن أس هيبتا وكي قوتي كرسيا إسلامي دستلاطة إسلامي خلافات إسلامي شوانا بدم دا ترسيب خمد ليوانا دا و کی مگوتی هر شب سر اسلام اینا امام عمر گود معاویه چند من هجت اکلتا در خستی تجواب من ادا ایدی تر نه من از یعنی جرقادی لو می مل سر کار یعنی هزر که امام عمر بو چوناوی یعنی سر به مسئله مگوت یه یه قانع بی خالق خوشکبرایت عزیز یعنی اما کو یعنی بسرمان بخوا خوشی چیکن بخوا خوشی چیکن و اف خوشی ها سر حسابات دعوی و جهاده بود، اوه اسلامتی این کار کردی مثلا بنمونه سر زمان دولت عباسی دو ماهی که دولت عباسی یعنی هزر که خلیفه عباسی ها این کار نایتا کرنی بخواه حتی دو ماهی که خلیفه عباسی ها لازم همه همی حقایقا بیجین همی تشتا دی بیجین تاریخه اوه تاریخ ها نبس همه تشتا دید گوت جوان دی نخیر همه و شرمزاری ها جی امدیکی آخر خليفة عباسية گوتي يعني نهالة كزري بوجنكا خو تشكر بي يعني وقت آه قائد مغول بسر بغداد قرتى آه رابي دست خليفة گرت خليفات قتني قتني المستعصم بالله المستعصم بالله نأ المعتصم بالله سر زمانه المعتصم يعني آه جل دولت دولة يابشة بس المستعصم بالله دماغي خليفة يع عباسية یعنی ګوتی داس تی وی ګوت ګوتی ور و نه هاله زيري اواته بو جناخه چی کوي جن کاخه ور نشمبد چون بره خدنه فعلا یعنی ارداکي بلنده او اگراکي دويبن او هند زيري کې ليتي د زير حل هف او په وی گیوانده د اتې تخوارې چټویرهاو او په شکل کې ویجا مهندزایي په چکیلې اجاره کوي چې تاسو سری و اجاره کوي لريت حل هته او اجاره کوي تخوارې یعنی هزر کې نه هلاکا زری ال سرح بو جنکاخه چېر به فسبل بس دا خوښي کې بو جنکاخه کېتن خوښګبرایت از هر ابه بي سببه انده مغوليا په سر داګرت وأب مليونا بس البغدا كشتنو كوشنو اسلامية الإسلامية، فاكي قلت يا عباس يا هل وشان بتشي حكم رانيا شا دب إن جسالة يعني خشية بخشية يب يبقى قصر قصير أو الدنيا وبرتال ومتع الدنيا بمجال بين سر حساب الدعوة والجهاد بس أبغى بو حساب نابتن بوشي خشية بس جل هنددا جهاد يا دوام يعني قصرت وان بلندين و dewaرêt وانa cوaن o rêko pêk zر kmzر و xrcezیn o وek e go xemlnd bین و sfر واna tj zاt bین bz دeعوeya بeرdeواm bî zeمانê دewلeتa eمeوiyاda مe go siنoرê دewلeتa îسlامê rojhelاt و rojavاyê dنyاyê وek e go gهşt gopیd ya vê dنyاyê لما ام افا ببختيك ال 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 في بنا مالتي تاكرن طبعا همي حقائق ام دي <applause> ان شاء الله دي برجافكين هر غوكا خو خلاتيك جوان كيربتن ام دي هركي هر وما تشاوا ما بري <applause> نوكاجي معاويه يت دستين شانكين يا غودي. خشكو برايت عزيز ده ام بتشين مجال اكيديان بيا اش اش تاريخا يا امويه اوجي ام برجافكين ان شاء الله ادوان چند دقيقه مايندا <applause> اوجي دي بحثي دزگاه قضاءي كين قضاء يعني أحكام قضائي كان حكم يعني أحكام ومحكمة وحاكم بتش شيء واس اتهاتنا بريفا بن سر زمانه دولة أموية قش كبرات عزيز دزجاي قضائي ينجي حكمراني يعني دستلات أحكام يا قضائي سر زمان الدولة أموية يا جريداي بامتداد ببو قضاء السر زمان الدولة راشدية يعني هر بيجي امتداد يعني الجكناد يا فقط عندن اه طبيعته سروش تو وقاودانة قضاء وحاكمة ومحكمة وأحكام قضائي كسر زمان الدولة اه يا راشدي سر زمان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كات شوابين شنكو أموي مباشر بشتيوانهاتن هما هر فرجوانا بسر وكي قوتي سر اه سر في باباتي هي باباتي يا قضاء الدولة الأموية جدها تخواري قالك نكهة ديرناك لا يعني ماجوت يشرح يشرخ كيفاك ببو وي شرخي شرخي الراشدية يا دوي جيماني هما الصحابة بخب موجود بين هشتا أو الصحابة بشتي خلافة الراشدية موجود بين الخلافة خلافة أموية جدا الصحابة احتمالت موجود بين لوما صحابات موجود بين وحتى أو قاضيات السر زمانه يراشد يا حكم اتنا برا دا يعني برين هندك شوان قاضية حتى ما بين صاح حتى زمان دولة جي الويرجي يعني بوانجي حكمت كرويكي شريح شريح القاضي أف قاضية هندا يب نافودين اتبر برد مجهودا ناوي ويكي قلقة جشة ويكي ما جوتي تيتا اه جوتين اه تدابيني اه سر زمان دولة الأموية أحكام قضائي صد صدب عدالت هاتنا نفرد يعني شنوار و إيمانه وو يت التزام بأحكام الشرعي وهر يعني أحكامه أو هاتنا در محكمة وسرزارة یہ حاکما بو ا بیت تفریق گلیکو دو ہمی گوری شریعت بین ہمی گوری عدالت بین همي گوری حقیقی بین ظلم کس کنا تا کرن او یعنی يعني ابو صیاب برجا و کس نشد دی اوی حقیقت الا ظالم ینجی بے يعني یعنی اے حتى هندك شوان عالم و يتكو سر کو يي یہ هندك شوانا ما بنساخ كو خدانت مذهب وبخا استفادش احكام وانا ديت احكام قضائي يعني بشتي طبعا ما جوت اف مذاهب فقهي سر زمان الدوله الامويه در نكتن سر زمان الدوله عباسية در يعني امام ابو حنيفه وامام مالك وامام شافعي وامام احمد نت نبين سر زمان الدوله الامويه اوانا فان هر چار اماما يعني هزر وقت چون بابت قضاء وحكمي واحكاما شوان زانايا شوان قاضيا شوان علماء اف احكام قضاء كنت مذهب خدا ابي سر زمانه دولتا يا اموي أه دس بيكي ام بين بحث قضاء بك خليفه بخب خ قضاء بريفات بر يعني كاتشا كرسي خلافه خلافت بجهة بيغه كي سياسيه وصا يعني هر خليفه خب خ بر أه نبس هما خليفه حتى واليا جي الجي يعني الباجيري 3 هر واليه كل واليه باجرا كبا واليه منطقه كبا كاچا وسركسيا خيلا يا ولايه ترينشتا خاريك وكورسيا ولايه د دسغا كي سياسيه وصا ايضا احكام يعني دار برينو كي قاز يكي تخواري و هفركي جيك فاصلت كرنو عالم يعني اشتواي بلاوات كرت كنار الدولة يا اسلام دا حتى معاوية بخب خواه بماوية بيس سالة والية شامي بي هر والي جيبي و هر قاضي جيبي يعني قاضي جيبي حاكم جيبي و والي جيبي حتى يعني هندا يعني هندا ما قلت إسلامتي جرينجيا دايا بابت قضاء خليفة قضاء بريفات بر واليا قضاء بريفات بر حتى جهشتيا يعني حتى جهشتيا زمان دولة أموية بشتي يعني معاويه كرسيا خلافة جرتي شفر بيفا دستش قضاء بردا دستش قضاء موجود برده بردا و خوش يعني حتى قلت والية خوش قضاء هي قاضي دست نشان كن تعيين بكن كو او قضايا بريفات بن داهين تفرغي بكن اب ولايات يعني بدا سلطة سياسية بمجيل ببن وكاروبارات خلقية اجتماعية كومالاياتية سياسية بريفات بن بلا قضاى تسلمي قاضية بكن تسلمي حاكمة بكن بلا او ابيباباتي باباتي ما قد عزيز ما هن دم نما يا ام افي باباتي هشتال سر دريشكين ان شاء الله ام دي باباتي قضاى وحكم احكامة ان شاء الله بتهلو تسلي سر آخرين تخلاكا بيدا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته